للمزيد ينضم إلينا من مدينة بلومفونتاين بجنوب إفريقيا خديجة براون، النائبة البرلمانية وعضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. أهلا بك سيدة خديجة معنا في شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، ما هي أهم الأولويات بالنسبة لجنوب إفريقيا في الوقت الحالي في ضوء قرارات محكمة العدل الدولية بعد القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة؟ شكرا جزيلا لاستضافتي. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنوب أفريقيا نحن متحمسون للغاية ونحن سعداء بأوامر المحكمة. الموقف الحالي هو القدرة أن نستمر في القضية والنظر فيها. لا زالت هناك احتمال اتخاذ حكم أن هناك بالفعل إبادة جماعية، ومن ثم ذهب إلى المحكمة الدولية مجددا. المهم أن نقدم القضية بالتوثيق الذي طلب من المحكمة، وبالفعل أيضا التوصل إلى حل الدولتين ووقف الإطلاق النار. هذا هو موقف جنوب أفريقيا الحالي. ماذا عن الشهر الذي يمهل لإسرائيل حتى يتم في كتابة تقرير عما حدث في أو يحدث في الفترة القادمة واتباع قرارات محكمة العدل الدولية في الفترة الحالية؟ كيف تتابعون ذلك، وما هي الإجراءات التي ستتخذونها كي تتابعون إلزام إسرائيل ب اتخاذ كل الإجراءات التي أقرت بها المحكمة؟ أنا مؤمنة أن جنوب أفريقيا والشعب والحكومة كلنا وكل منظماتنا نعمل بتضامن اجتماعي. المنظمات و الشعب الجنوب أفريقي والعالم، نحن نحاسب إسرائيل ويجب أن يتحملوا المسؤولية، وسنراقب أفعالهم خلال الأشهر القادمة. كما عنونت المحكمة 15 مقابل صوتين أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات لمنع أي أعمال لإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، أيضا 15 صوت مقابل صوتين أن تضمن أن إسرائيل لا ترتكب أي أعمال لإبادة جماعية من خلال جيشها، و16 صوت مقابل صوت واحد منع وعقاب أي تحريض أو تورط في أعمال الإبادة الجماعية وإنفاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية. وهذا مهم بالنسبة لنا في جنوب أفريقيا. هناك بعض الدول الذين يحدون من المساعدات الإنسانية ويبررون ذلك بحماس، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا. هذا دفع جنوب أفريقيا لتقديم هذا الطلب أمام المحكمة العدل الدولية، ويجب أن نحافظ ونقدم الأدلة للمحكمة بخصوص الاتهامات بالإبادة الجماعية، وأن إسرائيل يجب أن تقدم خلال هذا الشهر كل ما يتفق مع هذا. فأعتقد أن الأمر واضح أن في هذه المرحلة نحن في موقف كجنوب أفريقيا والعالم بأكمله. كقادة في جنوب أفريقيا نحن مررنا بهذا من قبل، هذا الفصل العنصري. هناك بعض الدول أيضا تعاني من الاحتلال والفصل العنصري، ونريد التعامل مع هذا بشكل وضوح وبحزم، ونكون صامدين في قتالنا حتى يرى العالم أننا يريدون أن نحترم حقوق الإنسان. في هذه النقطة بالتحديد سيدة خديجة، يعني أريد أن أسألك عن الآثار السلبية لأي إبادة جماعية بالنسبة للشعوب. يعني تتحدثون في جنوب إفريقيا من واقع ما حدث لدى شعوبكم هناك، كيف ترين أن ربما هذه يعني الجوانب السلبية والآثار السلبية ربما تحدث
لشعوب أخرى مثل الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي الذي يواجه جرائم الحرب؟ أنا مؤمن أن الفصل العنصري الذي حدث في جنوب أفريقيا نحن لازلنا نواجه تحديات اجتماعية اقتصادية وهيكلية. فإذا انتهت الحرب في غزة وإذا وصلنا لوقف الإطلاق النار سيأخذ الأمر عديد الأعوام وسيأخذ مجهود الشباب لإعادة بناء فلسطين، إعادة بناء الدولة. سيتخذ هذا مصادر وموارد وسيحتاجون مساعدة العالم فيما يخص التجارة ودعم الدول الأخرى وأيضا السياسات في جنوب أفريقيا. لازلنا نعاني من تداعيات الفصل العنصري. هذه الآثار لما حدث. أغلب شعبنا لا يزال عاطل عن العمل ولا يصلون للاقتصاد، وأغلب الشعب أيضا لا يصل للمعادن، للموارد الطبيعية. وعندما تحدث هذه الأوقات الصعبة وعندما يكون هناك سحب لبعض التمويل، جنوب أفريقيا والأجانب والاستثمار في دولتنا يجب إيجاد آليات لضمان استمرار الدولة فيما يخص التضخم ونمو الإجمالي الناتج المحلي. يجب أن نتعامل مع هذا. فهذا أمر في جنوب أفريقيا تعاملنا معه على مر الأعوام. كان لدينا بعض التحديات ولازلنا كإخوة وأخوات يجب أن نقدم الدعم لتلك الدول التي تمر بهذا عندما يحدث ذلك إن شاء الله عند انتهاء الحرب. نعم، ما هي رؤيتكم للطروحات التي تتقدم بها دول مثل بريطانيا والتي على سبيل المثال قدمها ديفيد كاميرون وزير الخارجية؟ لا أعتقد أن هذا سيكون مستداما. الآن كقادة في العالم هدفنا يجب أن يكون الوصول للسلام والتوصل للحل، وهذا لم نصل إليه بعد من وجهة نظر جيوسياسية. وأعتقد أن الغرب والبيئة الجيوسياسية يعاد هيكلتها في هذه النقطة. يجب أن نجد شركاء لدعم الأشياء التي نود التعامل معها اقتصاديا وسياسيا. ولازلنا يجب أن نفهم المعوقات الهيكلية التي يمكن أن تحدث من بعض السياسات التي قد تمنعنا من أن نصل إلى تلك الحلول. يجب أن نعمل مع كل الناس ونتعامل مع كل منطقة في العالم. وعلى الرغم من ذلك في هذا الوقت يجب إعادة النظر، وعندما نصل إلى هذا سيكون بإمكاننا ضمان أن هناك أمن غذائي والمياه وإيصال المساعدات الإنسانية وأهداف مستدامة. يجب أن نعمل معا للتوصل إلى هذا وتحقيق هذا، ومن ثم سنكون في موقف يمكننا بتوجيه صناع القرار. وفي هذه اللحظة هدفنا الأكبر في جنوب أفريقيا هو أن نتوصل إلى حل الدولتين، وأن يكون هناك أعضاء من العالم العربي يعملون معا
أعضاء الشعوب وتوصل إلى العدالة الإنسانية، فهذا هو هدفنا. فيما يتعلق بنقطة حل الدولتين، يعني الكثير من الدبلوماسيين والسياسيين عندما يتحدثون عن القضية الفلسطينية وحتى يتحدثون عن الأوضاع في غزة في الوقت الراهن يقولون أن الحل هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في رأيك ما هو المعرقل لبدء المفاوضات من أجل حل الدولتين؟ أولا من وجهة نظر المحتل أن تكون هناك دستور مستقل يسمح للناس أن يكون لهم مجتمع خاص بهم، وأن نسمح لكل دولة أن تكون قادرة على أن تصل إلى أهدافها المؤسسية والدستورية، وهذا لا يحدث الآن. في هذه اللحظة إسرائيل احتلت فلسطين بأكملها، والتحدي الواقع أمامنا أن الناس ليس لديهم حرية التحرك التعبير عن رأيهم أو السفر سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا يعتبر عبودية مستوى عالي من الظلم. وإذا أردنا أن نصل إلى حل الدولتين يجب أن نسمح للحكومتين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ويتحدثوا عن دستورين مختلفتين وإطارين مختلفتين للدولتين وكيف سيتعايشان في سلمية في هذه الأرض. وفي هذه اللحظة ما نراه هو إبادة جماعية تحدث محو الشعب بأكمله، ونأمل أن إسرائيل، وهذا أمر غير مقبول، هذا لن نسمح به في جنوب أفريقيا. أخيرا سيدة خديجة، يعني ما الذي تتوقعينه في الفترة القادمة في ضوء الجهود الدولية الرامية لوقف هذا العدوان ووقف نزيف الدم في قطاع غزة؟ أريد من صناع القرار الذين اتخذوا القرارات الخاطئة أن يحاسبوا وأن ننظر إلى الوقائع والأدلة، و النظر إلى الرأي الجمعي. يجب أن نكون قادرين أن نحاسب كل من قتلوا المدنيين الأبرياء، أمهات وأطفال وأطفال رضع وحوامل وشباب صغار. يجب أن يحاسب أولئك من ارتكبوا هذا، ويجب أن نقوم بهذا من خلال عملية قانونية ونتبع قانون الدولي، وأن يكون العالم والنظام القضائي أن يكون عادلا ويرى العالم ما نحاول أن نصل إليه، عالم عادل ديمقراطي لكل الناس لفهم الحقيقة بشكل كامل، وهذا ما نريد فعله ونأمل في فعله. نعم، من مدينة بلومفونتاين بجنوب إفريقيا خديجة براون النائبة البرلمانية وعضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، شكرا جزيلا لك.